أول إذن في هذه الحلقة إلى تونس، حيث اتهم الرئيس التونسي أطرافا لم يسمها بمحاولة إفشال التجربة التونسية. وقال سعيد أثناء زيارة إلى محافظتي صفاقس والمهدية إن للدولة التونسية رئيسا واحدا سيتحمل مسؤوليته كاملة في الحفاظ على الدولة، رغم ما وصفها بالمحاولات البائسة واليائسة لاختراق أجهزتها. بخصوص تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية في تونس خلال يوليو تموز الماضي، اتهم الرئيس التونسي أطرافا سياسية بالوقوف وراء تزايد رحلات الهجرة غير النظامية. من جانبه قال رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي إن حكومته الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. وأكد المشيشي أنه سيشرع هذا الأسبوع في سلسلة من المشاورات مع الأحزاب والكتل البرلمانية لضبط تشكيلة حكومته الجديدة قبل عرضها على مجلس نواب الشعب. أرحب بضيفي معي في الاستوديو السيد جلال الورغي الكاتب والباحث، أهلا بك معنا سيد. أهلا وسهلا. ما الذي يريد الرئيس التونسي بهذه التصريحات المستمرة وكأنه يحارب طرفا ما مجهولا لا يعلمه إلا الرئيس التونسي؟ نعم تماما أسامة، ما أشرت إليه صحيح. الرئيس مفاتئ يطلق مجموعة من الاتهامات، ولكن ضد من؟ ضد مجهولين. وهذا في الحقيقة يعتبر يعني ذات استمر تقديري أنه يعتبر نوع من أحداث، نوع من القلق والانشغال داخل المشهد السياسي وداخل البلاد، بينما رئيس الجمهورية يفترض أنه حامي الدستور وحامي الأمن القومي، وبالتالي يبعث بطمأنينة باستمرار في خطاباته للتونسيين وللمواطنين، بينما ما فتئت تصريحاته تبدو فيها الكثير من الألغاز، فيها الكثير من الإحالة على المجهول، وهذا في تقديري غير بناء ويجب أن يتم تجاوزه. أما تسمية المعنيين الذين يتهمهم بشكل واضح، أو أن يتجاوز هذا الخطاب إلى خطاب أكثر مطامنة للشعب التونسي الذي يحتاج إلى تطمينات في هذه اللحظة الحرجة، عدم استقرار سياسي معطوف على أوضاع كورونا، وبالتالي لا يحتاج الشعب التونسي مزيد من القلق ومزيد من الإحالة على مستقبل مجهول. طيب سأعود لي يعني أسأل عن هذه الجهات من وجهة نظرك، ولكن ينضم إلينا عبر الهاتف من تونس السيد محسن السوداني القيادي في حركة النهضة التونسية، أهلا بك معنا. مرحبا. نعم سيد محسن، هناك من يرى أن الرئيس قيس سعيد يتهمكم أنتم في حركة النهضة في الحقيقة ولا يريد أن يصرح بهذا الاتهام، كيف تعلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لقناة الحوار المحترمة وللسادة الذين يتابعوننا أينما كانوا. في حقيقة الأمر لا أعتقد أنه هذا الاتهام ينطوي على وجهة، لأننا من ناحية أولى نحن في علاقتنا بالسيد الرئيس الجمهورية علاقة طيبة وعلاقة جيدة، بدليل أننا في الدور الثاني الانتخابات الرئاسية كنا من أكبر داعميه، وكتلتنا الانتخابية الشعبية كلها توجهت على أثر قرار مجلس الشورى وأثر قرار رفع من حركة النهضة إلى دعمه في هذه المحطة الانتخابية الحاسمة، ولولا تدخل حركة النهضة لما كان يحصل على هذه النتيجة الفائقة، كان يمكن أن ينتصر في ذلك الشك، وربما كان ينتصر ولكن ليس بالنسبة التي تحققت والتي وصل إليها من ناحية أولى. من ناحية ثانية، يعلم الجميع كم قدمنا نحن في حركة النهضة من تنازلات منذ 2011 ونحن وإلى هذه المرحلة، سواء مع حكومة السيد الصيد الحبيب الصيد لما كان وزير وحي فقط، وحجمنا الانتخابي في البرلمان يصل إلى 69 نائب، أو في حكومة السيد الشاهد أو في حكومة السيد الفخفاخ. بقي فقط أنه ما حصل في المدة الأخيرة ما من شك أنه أثار جدلا في الأوساط السياسية سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الحكومة، نسعى بطبيعة الحال إلى تطويق والحد من آثاره السلبية، لأن آثاره السلبية سوف لن تكون على هذا الحزب أو ذاك، وإنما ستكون على كل البلد في وضع اقتصادي واجتماعي لا يخفى على الجميع معناها مستوى التدهور الذي أدى إليه. طيب أعود لك سيد جلال الورغي مرة أخرى، برأيك من هي هذه الجهات؟ من يمكن أن يكون الجهة التي تريد اختراق الدولة التونسية وتعطيل مؤسساتها وإفشال التجربة التونسية؟ هو في الأصل الذي يجب عليه أن يجيب على هذا السؤال رئيس الجمهورية. هو لا يجيب، ولكن أنا دعني أسامة
أخذ بعين الاعتبار حسن الظن والنوايا، وأقول أن الذي يريد اختراق الدولة التونسية والمؤسسات التونسية هو جيوب النظام القديم معطوفة على قوى خارجية لا يروق لها تجربة الانتقال الديمقراطي، لا يروق لها أن تنهض تونس نموذج في عملية التغيير الديمقراطي السلسة والهادئة وغير العنيفة، والتي تغري في الحقيقة الكثير من الشعوب العربية أن تحتذيها، لأن عملية التغيير ليس بالضرورة مكلفة، ليست بالضرورة عبر الاحتراب الأهلي، ليس بالضرورة عبر العنف والقتل، وإنما يمكن أن تكون عبر التعقل والحكمة والتوسط وتجذير التغيير عبر بناء توافقات وإجماعات يعني تقطع مع المنظومة القديمة الاستبدادية. طيب. وتذهب إلى الأمام. ما الذي عناه الرئيس قيس سعيد بجهة تريد اختراق أجهزة الدولة؟ يعني كيف يتم ذلك؟ ما الذي يعني بهذه العبارة؟ والله لذلك أسامة أنا قلت أنه رئيس الجمهورية وحده عليه أن يجيب على هذا، لأنه صدرت عنه هذه التصريحات، وبالتالي هو يعلم هذه الجهات. كل الأطراف وكل القوى الوطنية في البلاد المؤمنة بالتغيير والمؤمنة بالتجربة الديمقراطية تعتقد أن الجهة الوحيدة التي تريد أن تستهدف التجربة التونسية مسارا ومؤسسات وإدارة وأجهزة هي جيوب المنظومة القديمة معطوفة على أنظمة الثورة المضادة التي تريد أن تربك المشهد الديمقراطي. طيب. في تونس. أعود لك سيد محسن مرة أخرى. الرئيس التونسي اتهم أطرافا سياسية بأنها وراء الهجرة غير النظامية للشباب التونسي، برأيك من هي هذه الأطراف السياسية؟ الغريب في الأمر أنه أي مشكل يحدث في البلد تعلق عليه رئاسة الجمهورية تعليق الحقيقة يدعو إلى التساؤل، ويبقى التعليق غامض ملتبس، وفي العادة وفي الأغلب أنه معظم الملاحظين يواجهون الاتهام ضمنيا بشكل أو بآخر لحركة النهضة لسبب وحيد، أن حركة النهضة في مرمى الاستهداف منذ عودتنا إلى العمل العلني بعد ثورة. كان على السيد رئيس الجمهورية المحترم أن يعين هذه الجهات السياسية وأن يتكلم عنها بشكل صريح وواضح. هو أعلى سلطة اعتبارية، الدستور يمنحه صلاحيات واسعة، كل أجهزة الدولة بطبيعة الحال له عليها قدر ما من السلطة، سواء سلطة قانونية دستورية أو سلطة أدبية، وهناك مسائل قانونية في علاقة بالحكومة في علاقة بالبرلمان. كان يفترض أن تصاحب تصريحات السيد رئيس الجمهورية أقدار محترمة جدا بالوضوح من الوضوح، خاصة أن القضايا التي أشار إليه سيادته هي قضايا حساسة ومهمة جدا وخطيرة. فلا يعقل مثلا أن نتهم هكذا في العموم جهات سياسية معينة بأنها تقف. طيب. طالما ذكرت في مداخلتك الأولى أن علاقتكم في حركة النهضة بالرئيس قيس سعيد على ما يرام، وأنتم كنتم أكبر داعميه في جولة الانتخابات الأخيرة، لماذا لا تجلس النهضة وقيادات النهضة مع الرئيس التونسي وتوجهون له هذه الأسئلة وتحصلون على إجابات للرأي العام، بدلا من أنه كلما تحدث الرجل وجه الجميع سهام الانتقاد لكم في حركة النهضة؟ قولات عديدة من قبل السيد رئيس الحركة ومن قيادات حركة النهضة، سواء في اتصال مباشر أو عبر رسائل من هنا وهناك تأتي، وتصريحات معلنة سواء في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي باتجاه توضيح العلاقة مع السيد رئيس الجمهورية وتحسينها ورفع اللبس إذا كان في بعض المواطن. ولكن للأسف الشديد هناك تعثر وهناك تعطل، ما زال إلى حد الآن لم نتجاوزه. على كل حال نحن نحمل تطويق هذا الموضوع والحد من أثاره السلبية، لأن بقاء علاقة على غير ما يرام خلينا نقول الآن بين رئاسة الدولة وبين حركة النهضة، أو بين رئاسة الدولة ورئاسة البرلمان ومثلا السيد رئيس البرلمان الذي هو رئيس حركة النهضة في وقته نفسه، لا يخدم العملية السياسية بوجه عام. نعم. وليس في صالح أي كان. ونعتقد أن هذا الأمر إن شاء الله قابل للتطبيق وقابل للحد من آثاره السلبية في قادم الأيام وإن شاء الله. طيب. في الساعات القريبة القادمة نتجاوز هذا الأمر. نعم. أعود للسيد جلال الورغي مرة أخرى، يعني هل يريد الرئيس التونسي أن يبدو بمظهر المخلص المنقذ الذي يحارب كل المفسدين وكل المذنبين وكل الجهات المعلومة وغير المعلومة؟ يعني الجميع خطأ وهو الوحيد على صواب؟
لا، هو إذا أراد أن يفعل فليتفضل، لا أحد يمنع رئيس الجمهورية أن يلعب دوره، ودوره محدد بالدستور على فكرة أسامة، يتعلق بالعلاقات الخارجية وبالأمن القومي والدفاع، وبالتالي في إطار الدستور يمكن أن يتحرك ويفعل صلاحياته، بل نتمنى ونتطلع أن يفعل صلاحياته في أقصاها، لأن البلاد تحتاج فعلا إلى تطمين، وتحتاج إلى أن ترى مؤسسات الدولة تشتغل بكامل صلاحياتها وبكامل طاقتها، وهذا أمر مطلوب لأن تونس تحتاج فعلا إلى هذا. ولكن في نفس الوقت تقديري أنه الذي يطلق اتهامات من هذا النوع يتوقع أن يحرك القضاء من أجل أن يقوم بدوره لمتابعة هؤلاء المتهمين المجهولين الذين لا يزال الرئيس لا يفصح عنهم. ولكن في كل الأحوال تقديري أنه حتى الذين يوجهون اتهامات لحركة النهضة مستغلين تصريحات رئيس الجمهورية، تقديري أنه حركة النهضة ليست جديدة في المشهد السياسي، وبالتالي هي مدركة جيدا وتعرف ما لها وما عليها، وبالتالي تقديري كل تصريحات قياديها تؤكد أنها ليس لها ما تخفيه، وإذا كان أي جهة تعتقد أن هنالك ملفات يجب تحريكها ضد حركة النهضة فلتفعل. حركة النهضة طالتها اتهامات كثيرة بالاغتيالات وبوجود تنظيم سري وبوجود أجهزة سرية، ولكن لا أحد تجرأ وذهب للقضاء، لأنه في الحقيقة كلها كانت خطابات سياسية في إطار المناكفة السياسية لا تنبني على أي أسس ووثائق حقيقية ولا وقائع حقيقية، وإنما هي في إطار المناكفة السياسية لا غير. ابقى معي سيد جلال، وأشكر ضيفي من تونس السيد محسن السوداني القيادي في حركة النهضة، وأتوقف عند هذا الخبر العاجل الذي جاءنا منذ دقائق. محافظ مدينة بيروت في لبنان يعلن المدينة مدينة منكوبة، ويقول أن حجم الأضرار جراء الانفجارين الهائلين أصبح كبيرا للغاية. مرة أخرى، محافظ مدينة بيروت يعلن المدينة مدينة منكوبة، ويقول أن حجم الأضرار بات هائلا. حلقتنا مستمرة معكم بعد الفصل، تابعونا.